للمزيد مشاهدينا بشأن التطورات الأوضاع في غزة مع استمرار جرائم الاحتلال ضد المدنيين بالتزامن مع حديث عن مفاوضات من المنتظر أن تبدأ منتصف الشهر. معنا عبر سكايب من جنين الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمود خلوف القضاء. مرحبا بكم دكتور محمود. إذن يعني هذه الجرائم لا تزال تستمر ويرتكبها جيش الاحتلال بكل وحشية في غزة، في مختلف المناطق، في خان يونس، في مخيم النصيرات كذلك. كيف تفسرون زيادة وتيرة هذه الهجمات والاعتداءات والجرائم ضد المدنيين في الآونة الأخيرة؟ هذا انعكاس يعني حالة خنوع عربي، عدم اكتراث دولي، والغطاء اللامحدود من قبل أمريكا. بنيامين نتنياهو عمليا يريد أن ينتهز الوقت المتبقي في إدارة بايدن وهذا التسابق الانتخابي حتى يبتز أمريكا، حتى يسعى إلى حسم المعركة من جانب واحد. عمليا لا مجال أمام بنيامين نتنياهو لا أن ينجح فرصة المفاوضات والوصول إلى صفقة. الشيء الوحيد الذي يخدم بنيامين نتنياهو إعلاميا أن تعلن الفصائل الفلسطينية رفع الراية البيضاء، وهذا لن يتحقق ومن الصعب أن يتحقق. كما أن منظومة الأمن في إسرائيل لا زالت تترنح، وتعبير عن ذلك هذا اليوم شهدنا أن المقاومة الفلسطينية قد أطلقت صاروخين طويلتي المدى، وقد وصلت هذه الصواريخ إلى تل أبيب الكبرى في وقت كان يتحدث فيه بنيامين نتنياهو عن قرب انتهاء المعركة وقرب حسم موضوع القضاء على الفصائل الفلسطينية. كان يتحدث عن بقاء فلول من المقاومين وأنه قد قضى على معظم التشكيلات العسكرية في قطاع غزة، لتأتي رسالة هذا اليوم لتقول لبنيامين نتنياهو أن هناك قوة موجودة وأن الترسانة العسكرية صحيح أنها تتناقص، ولكن لابد من توصيل رسالة إلى بنيامين نتنياهو وإلى اليسار وإلى اليمين وإلى كل من راهنوا على أن المقاومة تترنح بأن من ترنح هو بنيامين نتنياهو قيادة الجيش. وهذه الرسالة التي أرادت الفصائل الفلسطينية أن توصلها هذا اليوم من خلال قصف ممر نتسريم الذي يقسم قطاع غزة إلى جزئين ما بين الشمال والجنوب، ومن خلال قصف تل أبيب الكبرى. وهذا عمليا أراد أيضا الجناح العسكري لحماس من خلاله أن يوصل رسالة إلى أمريكا وإلى رعاة الحوار أن المقاومة تتوجه إلى الدوحة. هذا إن توجهت من أصله وهي قوية وهي متماسكة وهي ليست مهزومة كما يتحدث بنيامين نتنياهو. نعم، يعني هنا أود أيضا الدلالة والاستفاضة بالنسبة لعمليات المقاومة في الآونة الأخيرة. بعد أكثر من 10 أشهر لا تزال هذه المقاومة توجه ضربات موجعة لقوات الاحتلال في مواقع تكتيكية وحتى على المستوطنات، أو بل هي مغتصبات لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة. كيف تفسرون استمرار المقاومة بالرغم من كل ما يحدث من تضييق على الفلسطينيين عموما، مدنيين وأفراد مقاومة؟ هذا له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أن 7 أكتوبر لم تكن حدثا عابرا، وأن التخطيط لهذا الحدث ولهذه المعركة هو طويل المدى، وأن هناك نوع من الجاهزية لدى المقاومة الفلسطينية، وأن المعركة صحيح أنها لم تكن وفق تصورات أي طرف بأنها ستطول إلى هذا الحد زمنيا، ولكن حتى عندما طالت كانت الفصائل الفلسطينية رغم شدة المأساة والإبادة الجماعية والتجويع وقلة الإمكانات إلا أن المقاومة لا زالت متماسكة. وهذا يدعونا إلى أن نتمعن بدلالات البيان الذي أطلقته كتائب القسام الليلة الماضية، بيان الناطق العسكري عندما تحدث عن أن أحد الحراس للأسرى الإسرائيليين كان في حالة غضب نفسي على 7 جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فأقدم على قتل أسير من الجنود الإسرائيليين وإصابة 2، وأن الكتائب قد شكلت لجنة تحقيق وأنها عمليا لن تقبل بهذا العمل الشاذ. هذا إن دل على شيء فيدل على أن المقاومة الفلسطينية لديها ضوابط ولديها منظومة أخلاق، وأن الأسرى هم بالحفظ والصون
وأن أي عمل من هذا القبيل هو عبارة عن سلوك شاذ، وأن المقاومة لن تقبل بأن يتم قتل الأسرى الإسرائيليين. ولكن هذه رسالة أيضا لمن يريدون الاجتماع في الدوحة يوم الخميس، أن الأسرى الإسرائيليين في وضع خطير جدا، لأن ما يحدث هو انعكاس لحالة نفسية يعيشها المقاتل الذي يفقد أسرته، والذي هو في وضع صعب جدا، والذي قد يتأثر بالمجريات على أرض الواقع، وأن القيادة العسكرية ليست بوضع تصفية الحساب مع الأسرى الإسرائيليين، ولكن أن هناك بعض الأمور قد تكون انعكاس للحالة النفسية التي يعيشها المقاتل. كما أن المقاومة الفلسطينية أرادت من خلال هذا البيان أن تظهر للعالم بأن لدينا شفافية، وأن هناك قيادة عسكرية لا زالت متماسكة ولا زالت تمتلك القرار، وأنها قادرة على التحقيق وقادرة على متابعة كل صغيرة وكبيرة. أيضا بالانتقال إلى الداخل الصهيوني، هناك خلافات، ولكن الظاهر أنها بدأت تتعمق أكثر على الصعيد الرسمي السياسي لسلطات الاحتلال، ولا سيما بين نتنياهو وزير دفاعه الذي صرح مؤخرا بأنه إحراز أي نصر ساحق وناجز يعني في غزة هو أمر مستبعد. كيف ترون أثر وقع هذه التصريحات في الداخل الصهيوني وتأثيرها عموما في معركة طوفان الأقصى؟ أنا لدي قراءة مختلفة. أولا، يوآف جالانت هو من حزب اللوكوت وهو من أقطاب حزب اللوكوت، صحيح أنه في حالة من عدم الانسجام التام مع بنيامين نتنياهو، ولكن هو يعبر عن وجود رغبة لدى قطاع عريض من الجيش ومن اللوكوت على الضغط على بنيامين نتنياهو حتى يتنازل قليلا في موضوع الصفقة. حتى الجيش لديه بعض التحفظات على الصفقة حتى لو كانت غير معلنة، ولكن الجيش يريد اختراقا جزئيا في هذا الجانب. عمليا الجيش يدفع الأمور باتجاه الالتزام بالمرحلة الأولى وإطلاق سراح النساء وإطلاق سراح كبار السن ليستأنف القتال من جانب واحد، ولكن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يغامر بالتشكيلة الحكومية، وهو عمليا يعتقد بأنه في وضع قطف الثمار على صعيد تأجيل محاكمته وعلى صعيد ابتزاز أمريكا عسكريا وماليا، وهو يدرك بأنه بسباق مع الزمن، وأنه بمجرد انتهاء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر قد يأتي المشهد أكثر تعقيدا بالنسبة لإسرائيل. ولهذا السبب هو يطلب ولديه طموح كبير بابتزاز أمريكا وبأخذ المزيد وبمحاولة فرض أجندته على الإدارة الأمريكية، ولكن ليس كل شيء هو يلقى الدعم الكامل من الجيش. الجيش يخشى من مغامرة كبيرة، وبالذات أن بنيامين نتنياهو قد يقدم على ضربة مباشرة إضافية لإيران أو ضربة موجعة لحزب الله، وهذا يعني بالضرورة تحويل المسار إلى حرب إقليمية. الجيش لا يريد الانتقال للحرب الإقليمية، وهنا يؤاف جالان تحدث عن أنه قد وضع أمام قيادة الجيش وأمام المجلس الوزاري المصغر ضرب حزب الله في 10 أكتوبر من العام الماضي، وأن المجلس الأمني والوزاري رفض هذه الخطة. نعم دكتور محمود، يريد أن يقول إلى الرأي العام أن ما تم رفضه في 10 أكتوبر لا نريد أن نخاطر به الآن، وبالذات أننا انتقلنا إلى جبهات إضافية وأن درجة المخاطرة أعلى. نعم. في سؤال أخير دكتور محمود باختصار لو تكرمتم، ما الرسالة التي يريد نتنياهو وحكومته أيضا إيصالها من اقتحامات المغتصبين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، لا سيما أنها تأتي برفقة مجموعات متطرفة جدا وإرهابية مثل جماعة خراب الهيكل، شباب الجيل؟ نعم، شكرا على هذا السؤال المهم والذي يرتقي إلى التحدي الكبير والصادم في فلسطين. أولا، من قاد الاقتحام هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وما يسمى بوزير الجليل ووزير النقب، وهما من أقطاب الحركة الصهيونية المتطرفة في إسرائيل، كما أن هذا الاقتحام قاده عدد من أعضاء الكنيست من الليكود. من المهم أن يدرك القادة العرب والرأي العام الإسلامي أن إيتمار بن غفير منذ تاريخ 23 يناير 2023 قد اقتحم المسجد الأقصى 5 مرات، في كل مرة عمليا يتصاعد في تصريحاته ووعوده. هذا اليوم كان يتحدث عن أن اقترب زمنيا الأمر من فرض السيادة
على المسجد الأقصى المبارك في بتاريخ 18/7 من الشهر الماضي، اقتحم المسجد الأقصى وقال بأنه في أكثر الأماكن قداسة بالنسبة للشعب اليهودي. أنا أؤكد بأن أي اقتحام من قبل وزير هو تم بتنسيق مشترك مع بنيامين نتنياهو، وأن بيان بنيامين نتنياهو هذا اليوم هو فقط من أجل ترويج الوهم، وأن إسرائيل تصير بخطى حثيثة وثابتة باتجاه التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك. على القادة المسلمين ألا توهمهم تصريحات بنيامين نتنياهو، لأنه هو من يهندس تقسيم المسجد الأقصى ومن يريد تهويد المسجد الأقصى، وهذا كان جزءا من الملحقات لاتفاق السري بينه وبين بنيامين نتنياهو، بين وزير المالية وبين وزير الأمن القومي. وهذا يدل على أن إسرائيل تريد أن تستغل انشغال أوروبا في بعض المشاكل المتعلقة بالحرب الأوكرانية، وانشغال أمريكا بالانتخابات، وانشغال العالم بالشو الإعلامي المتعلق بأوكرانيا وحتى في قطاع غزة، حتى يحسم معركة الضفة الغربية، وفي مقدمة هذه المعركة حسم ما أمر المسجد الأقصى المبارك. فنحن أمام سباق مع الزمان، ونحن مطالبون بمواقف أكثر صلابة، أكثر جرأة، عنوانها أن نربط علاقات الدول المطبعة مع إسرائيل مع الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. من ناجين أكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمود خلوف القضاء، شكرا جزيلا لك.